المرج الاشتراك في القناة بالضغط على المربع الأحمر وتفعيل الجرس ليصلك الجديد عند وضعه في القناة، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديال الدائم الهام شنال. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الأمور ديالكم مزيانة وفي التمام عند جميع السيدات، عند جميع الحبيبات المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة ديالي اللي هي أكيد دائما الهام شنال. وصفة اليوم إن شاء الله ستكون وصفة مخصصة تخصيص الوزن، وصفة اللي ان شاء الله غتوضعيها على البطن ديالك نصف ساعة وغتلاحظي كيفاش غادي تذوب الدهون وتخلصي من الكرش نهائيا. وصفة اليوم عبارة عن علاج موضعي، اي وصفة للاستخدام الخارجي، عبارة عن دهن لتخصيص الكرش والحصول على بطن مسطحة. وصفة ولا اروع، غتنا الاعجاب ديال كل شخص جربها، يعني اي شخص جرب هاد لاغوسيت غادي تنال الاعجاب ديالو سواء الرجال او النساء. يعني وصفة اليوم هي للجنسين معا، فنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتستفدوا منها قدر المستطاع. قبل ما نمشيو نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، طريقه استخدامها واستعمالها، فنبغي نرحب بالناس الجدد وحتى القدم، يعني مرحبا بكل من كيشاهد هذه القناه واي شخص زارها جديد. وبالنسبه للسيدات يعني اللي اول مره كتشاهدوا هذه القناه، فما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو، ايضا ضغطوا على زر الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، تعملوا بيك لايك لهذا الفيديو وتخليوا لنا تعليقاتكم، اقتراحاتكم، استفساراتكم، الاسئله ديالكم وكل ما كيهمكم اكيد. وبالنسبه لهاد لاغوسيت هادي سهله مهله، بسيطه ورخيصه، واهم شيء انها في متناول الجميع. دائما كنحاول ان نجيب لكم وصفات طبيعيه سهلين مهلين باش هكذا ما يصعبش عليكم نتوما انكم تعملوهم، اولا المكونات ديالهم يكونوا يعني غير صالحين للمتناول الجميع. فكنحاول ان نجيب لكم شي حاجه اللي سهله مهله وبسيطه، واهم شيء انها رخيصه ومتوفره في كل بيت اولا في كل منزل. وبسم الله على بركه الله، ما نطولش لكم اكثر من هذا، نمشيو باش نتعرفوا على مكونات الوصفه، طريقه تحضيرها، استخدامها واستعمالها ايضا. فاول مكون غادي نحتاجوا له في هذه الوصفه، غادي نحتاجوا سكينجبير بودرة اللي كيجي بهذا الشكل. بالنسبه لهذا السكينجبير راه هو رائع جدا البنات، الا ما متوفرش عندكم مثلا وعندكم طازج فغادي تبشروه وتستخدموه في هذه لاغوسيت هذه. غادي نحتاجوا ايضا الى عصير الحامض، غادي نحتاجوا تقريبا واحد نص حامضه معصوره بهذا الشكل اولا حامضه بالكامل على حسب الرغبه ديال كل سيده. وغنحتاجوا المعجون ديال الاسنان، انا هنا جبت لكم جوج ديال الانواع باش اي نوعيه متوفره عندكم تستخدموها. فهاد النوعيه ديالها معروفه جدا وصراحه سهله في الاستخدام، يعني دغيا كتذوب. فانا غادي نستخدم هاد النوعيه هذه، ممكن تاخذوا ايضا هاد النوعيه هذه حتى هي زوينه، يعني اي نوعيه عندكم في البيت فممكن تلجؤوا ليها لهاد لاغوسيت هذه. بالنسبه لمعجون الاسنان البنات حتى هو عنده دور واشياء ايجابيه وخصائص رائعه جدا بخصوص يعني اذابه الدهون. واخر شيء هو المساند الرسمي ديالنا في هذه الوصفه، هو البلاستيك الغذائي اولا النايلون اولا السلوفان اللي غادي نحتاجه. فهذو هما كل العناصر. ندوزو الان بسم الله على بركه الله لطريقه تحضير الوصفه، استخدامها واستعمالها ايضا. فتقريبا واحد الملعقة ونصف من معجون الأسنان. بعد غادي نضيف واحد الملعقة ديال عصير الحامض.
غادي نضيف كمية من عسل حامض المرة الثانية، بالنسبة للقوام ديال الوصفة فانتوما اللي كتحكموا فيه، يعني واش تبغيو قوام عقد او سائل او متوسط. فانا غادي نعاود نزيد نضيف يعني كمية من الزنجبيل بودرة ولا سكنجبير بودرة، وغادي نضيف كمية من معجون الأسنان للمرة الثانية. وغادي نضيف تقريبا واحد نصف ملعقة أو ملعقة صغيرة من عسل الحامض، وغادي نعاود نضيف واحد الملعقة أخرى من سكنجبير. والوصفة كتصبح بهذا الشكل هذا. فانا غنحتفظ بها بهذا القوام اللي هو عقد، ثم ممكن تحتفظوا بها بقوام سائل او متوسط او عقد بهذا الشكل، لكم حرية الاختيار. فبعد ما كتصبح بهذا الشكل فكنطبقوا الوصفة على البطن او على اي منطقة فيها دهون متراكمة بهذا الشكل هذا كما هو موضح في الفيديو. الوصفة رائعة كتثبت بكل سهولة. هانتوما الوصفه كنطبقوها بهذا الشكل كما كتلاحظوا، كتثبت بكل سهوله بدون حتى شي مشكل او تعب، وما كتهبطش او كتسير نهائيا. داكشي علاش قلت لكم من الاحسن انه القوام ديال هاد لاغوسيت هادي يكون عاقد، يعني ما يكونش سائل، لانه الا كان سائل دغيا غادي يعني تسيح معكم او لا تسيل معكم. فمن بعد كناخذوا هاد البلاستيك الغذائي اللي كيجي بهذا الشكل وكنلفوه على البطن او لاي منطقه بغينا نزولوا منها الوزن الزائد بهذا الشكل. انا غادي نطبقه غير على اليد ديالي، نتوما اكيد غادي تطبقوه على اي منطقه فيها دهون متراكمه وليست يعني اليد.
كما كتلاحظوا كتلفوا واحد 4 لفات او 5 لفات بهذا الشكل على اي منطقه فيها دهون متراكمه، يعني اي بلاصه فيها الدهون المتراكمه سواء البطن الارداف الجوانب، وكتخليوا هذه الوصفه نصف ساعه وانتم واضعينها، ومن بعد ما كتمر نصف ساعه عاد كتغسلوا المنطقه مزيان وكترطبوها الا بغيتوا ترطبوها باي كريم معطر او اي زيت كيناسبكم وكيتواتم على الجسم ديالكم وما كيخليش لكم البشره جافه، فممكن تستخدموه. بالنسبه لهذه الوصفه البنات رائعه جدا، كنصح اي سيده تجربها وتقول لي كيفاش جاتها لا غوسيت. بالنسبه للسيدات اللي يقولوا لي شحال نبقاو مداومين عليها، فكنصح بها كل يوم يعني لمده 7 ايام او 5 ايام او 3 ايام، فالوقت دائما كيبقى اختياري، نتوما حاولوا تداوموا عليها يعني اكبر مده باش هكذا تحصلوا على النتيجه المطلوبه. ملي تحسوا بالنتيجه المطلوبه فتحبسوا الوصفه نهائيا، ما بقيتوش تستخدموها حتى تحسوا مثلا بدهون رجعوا او دهون يعني ولو لكم في منطقه معينه في الجسم ديالكم، عاد من بعد تعاودوا تكرروا الوصفه وتعملوها وتداوموا عليها كل ليله باش هكذا تعطي الفعاليه ديالها، يعني كل يوم لمده 7 ايام على التوالي او 5 ايام على التوالي او 3 ايام على التوالي. المهم هو المداومه والتكرار والاستمرار والمواظبه على اي وصفه طبيعيه كتبان النتيجه. فكانت هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها نالت الاعجاب ديالكم. ما تنسوناش بالبيك لايك، تشاركوا في القناه، تضغطوا على زر الاشتراك، وتخليوا لنا التعليقات والاستفسارات، وموعدي معكم يتجدد ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله تعالى.